فندم الرئيس. ازيك يا حلوه؟ ازيك يا حلوه؟ صباح الخير. صباح النور يا صباح النور على البنور. دلوقتي هاجي اخد البركه. انا ده احمد كلاس 6D. اطلب من الرئيس انه يبقى فيه اهتمام اكتر بالمدارس العاديه عشان في ناس مش معاهم فلوس يدخلوا مدارس غاليه. عايز منه بيوت حلوه كتيره عشان الناس اللي ملهاش مكان يبقى ليها بيوت حلوه زينا، تفضل حلوه زي ما هي عشان لما اكبر اعرف اشتغل فيها واحقق اللي انا عايزاه. اطلب منه عايزين مستشفيات كتير قوي لان اهم حاجه الصحه علشان نقدر نعيش مرتاحين في بلدنا. انا عايزه من السيسي او من اي حد يجي بعده انه برنامج حياه كريمه يفضل مستمر لانه بيفيد ناس كتيره قوي. عايزه من الرئيس ان هو يعمل لنا وزاره للسعاده عشان احنا من حقنا ان احنا نبقى مبسوطين، وكمان ان احنا من حق ان البلد تتحسن. وانا بطلب من الرئيس السيسي ان هو يعمل نوادي كتير قوي عشان في ناس كتير موهوبه فقراء مش معاها فلوس تشترك في نوادي. واخر حاجه انا بحبك قوي يا رئيس.